هذا سؤال يقول سماحة الشيخ: هل توجد علاقة بين الشائعات والإرجاف؟ الإرجاف من الشائعات، تبع الشائعات، لا يكون إرجاف إلا من الشائعات، هي سبب الإرجاف. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله للذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا.